قرر الأهالي مجتمعون على ما يلي: واحد، إعلان التصعيد المفتوح بكافة الاتجاهات والوسائل. اثنان، نحمل الحكومة مجتمعة وبشكل خاص الأطراف التي لعبت دور عرقلة الملف بتصفية أخينا علي البزال. ثلاثة، نسأل الحكومة الإجابة عن تحجيم دور الوزير أبو فاعور الذي لعب أكبر دور بإنقاذ روح علي البزال لعدة مرات. أربعة، نطالب وبقوة إعطائه الدور الفعال مع من كلف بالملف، تحديدا اللواء عباس إبراهيم. خمسة، نعلن أننا لن نتوجه إلى فتح الطريق حتى يتم أخذ قرار بحقن دم ابننا إبراهيم مغيط وجميع إخواننا الذين باعتهم الدولة اللبنانية. ستة، نطالب الحكومة برئاسة تمام سلام. إن لم يعد بإمكانهم فعل أي شيء من أجل الأسرى فلتستقل الحكومة اليوم قبل الغد. ونناشد باسم كل الأهالي وليد باغ جنبلاط بحل هذا الملف، لأنك أنت شخصيا الذي شعرت بوجع الأهالي حينما تم قمعهم بالقوة، وأنت صاحب الكلمة الحرة. والآن وصلت بعض الرسائل من قبل الدولة الإسلامية بإعدام جميع الشباب الأسرى بعد ساعات قليلة إن لم تستجب الحكومة لهذه المطالب. كيف وصلتكم الرسائل كمان؟ عبر بعض التليفونات الأهالي. نعم.